أعزائي مشاهدي قناة كورة نيوز، أول قناة رياضية على الإنترنت من مركز شباب جلجة، وبالتحديد دورة المرحوم المهندس فيصل أبو عريبي، الدورة السنوية التي تقام إحياء لذكرى المرحوم. نلتقي مع الأستاذ إسماعيل شلبي رئيس مجلس إدارة مركز شباب جلجة. أستاذ إسماعيل أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا وشرفتنا أنت وقناتك المحترمة وإعلامي القناة، وأهلا بكم في مدينة العلم والعلماء مدينة جرجة. أستاذ إسماعيل، إزاي شايف بعيونك هذا التجمع الكبير في إحياء ذكرى شخص غالي عزيز على مركز شباب جرجة وعلى جموع الرياضيين بمدينة جرجة؟ والله رحمة الله عليه المهندس فيصل أبو عريبي، زميل سابق في المجالس المحلية، وابنه الكابتن أمير ابن من أبناء المركز اللي أنا بأتشرف وأعتز بهم، وهو مدرب عندنا هنا في مركز شباب جرجة، ولكنه جاله عقد عمل بدولة الكويت وهو بار بوالديه، بيعمل هذه الدورة سنويا بيشارك فيها نادي الشبان، نادي مكة المكرمة، شبان مسلمين جرجة، وساحة سوهاج، ونادي جرجة الرياضي، بالإضافة لمركز شباب جرجة. والأمير يعني الراجل بيتكفل بجميع هذه التكاليف، لكن المركز بيتشرف باستضافتها مساهمة من المركز مع الكابتن أمير. وإحنا المركز الحقيقة بيحتضن أي شيء بينفع هنا اللعيبة والجمهور، أو وهي بدأت هذه الدورة قبل عيد الأضحى المبارك ونهائيها اليوم، والنهاية طبعا وصل مركز شباب مدينة جرجة بالإضافة لشباب البياض والقرية، وكان على وشك الوصول مركز شباب مدينة سوهاج، ولكن خرج بشرف وخرج بضربات الجزاء الترجحية. الأستاذ الأمير، يعني إزاي شايف بعيونك هذا الحب وهذا التجمع الكبير من أبناء مركز شباب جرجة لوالدك الشخص العزيز على كل الرياضيين بالمدينة؟ والله يعني الأول كل عام وأنتم بخير. يعني التشارك ده نحن تشارك عفوي، تشارك كل الناس والشباب والبراعم، كله سرور جماعي، تشارك عفوي. طبعا مركز شباب مدينة جرجة بيحتضن جميع من الناشئين لعشاق وجماهيره. طبعا نحن بدأنا الدورة دي كنشاط، دورة تنشيطية لشباب جرجة، والهدف منها تجمع والتقارب والتعارف والتلاحم. ككرة يعني كرة القدم تجمع جميع الفئات، تجمع الشباب، تجمع ما فيش فرق، يعني لا فرق بين طائفة ولا بين منتمي إلى أي شيء، ولكن هي كرة القدم تجمع جميع الفئات. فمن البراعم النشين نحن عاملين هذه الدورة للتجمع والتقارب والتلاحم. فأنا طبعا يعني بشكر جماهير جرجة، وبشكر مركز شباب مدينة جرجة، بشكر من الإدارة للموظفين للعمال لكل من قام وشارك بأي شيء في هذه الدورة. حق إسماعيل، يعني في هذه الذكرى، يعني إحياء ذكرى المرحوم المهندس فيصل أبو عريبي، يعني إيه الرسالة توجهها لروحه في هذا اليوم؟ والله المهندس فيصل أبو عريبي نعرفه قبل الكابتن أمير زي ما قلت لسيادتك، إنه هو كان زميل لي في المجالس المحلية، وهو معروف عنه إنه كان رجل خدوم، هو كان رئيس قطاع الكهرباء في ريف كهرباء جرجة، وكان رجل خدوم وكان رجل محترم. أنا أرجو من الله العلي القدير في هذه الأيام المباركة أن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جنته. في الختام أنا بقدم شكري وتقديري لأهالي جرجة الكرام، وديك شايف سيادتك نجاح المهرجان ومدى الحب بتاع جمهور جرجة وشباب جرجة لهذا المهرجان الناجح بإذن الله. الأستاذ الأمير، يعني في النهاية عايزين إيه هي الرسالة اللي بتوجهها من خلال هذا المهرجان الكبير، وكلمة منك لروح والدك؟ طبعا الكلمة لجماهير جرجة، أنا بشكر جماهير جرجة، وبعتبر هذه الدورة حطيتها في شعار واحد، هو كلنا فريق واحد، كلنا فريق واحد. طبعا برضو لا فرق لمن ينتمي إلى طبقة أو أخرى، فبشكر الجماهير وبشكر جماهير جرجة، والمكان ده
يعني الواحد تربى فيه، تربى فيه أكثر يمكن ما تربى في منزله. طبعا أنا بشكر الجميع، بشكر كل شخص شارك في هذا، الجماهير، البراعم، الناشئين، مجلس إدارة، عمال، كل من شارك في هذه الدورة. شكرا لحضرتك. شكرا لك. شكرا لحضرتك. شكرا تفضل.